حياكم الله يا حلوين. اليوم معانا شراب الفراولة الكوري. مين ما يحب الفراولة؟ مكوناتنا عبارة عن سكر وفراولة. راح أغسل الفراولة، وأنا غسلتها معكم في فيديو سابق. بعدها راح أبدأ أقطع الفراولة شرايح. ممكن تقطعون الفراولة بشكل مكعبات، أو كمان ممكن تقطعونها فقط بالنص، لكم حرية الاختيار. أنا فضلت إني أقطعها شرايح. بعد ما خلصنا من تقطيع الفراولة، راح أجيب صحن عميق وأبدأ أضيف جزء من السكر وجزء من الفراولة وأخلطهم مع بعض حتى أنتهي من الكمية. لازم على دفعات، شوي سكر وشوي فراولة. بعد ما خلصنا راح أجيب برطمان وأحط عليه شوية سكر وأبدأ أضيف الفراولة على دفعة واحدة. وعلى الوجه راح أحط كمان شوية سكر. بعدها أغطيها بنيلون وأتركها 24 ساعة. بعد 24 ساعة جاهزة للاستخدام. ممكن تضيفونها مع أي شيء تحبونه. أنا إضافتي الأولى راح تكون مشروب الفراولة بالحليب. أضفت شوية من الفراولة بعدها راح أضيف حليب بارد. مشروبنا الأول جاهز. وبالعافية عليكم، طعمه مرة لذيذ. المشروب الثاني راح أضيف ملعقة من شراب الفراولة وكمية من الثلج ومشروب غازي أو 7 أب. وبالعافية عليكم، جربوا، لذيذ جداً.